ومعنا مشاهدينا عبر سكايب من القدس الخبير في شؤون القدس دكتور جمال عمرو. مرحبا بك دكتور جمال عمرو. أنباء إذا عن مقتل فلسطينيين وإصابة المئات برصاص جيش الاحتلال شرقية قطاع غزة، كيف ترى تعامل جيش الاحتلال مع المسيرات السلمية لفلسطينيين مطالبين بالعودة؟ حياكم الله أخي الكريم والمشاهدين الكرام. تعامل الاحتلال الإجرامي ليس مستغربا مطلقا، فمنذ أن وطئت قدم الاحتلال الهمجية أرض فلسطين على يد عصابات داعشية يهودية متطرفة، الهاجنا والشتيرن والأستن والأراغون، وهم يقومون بمذابح يعني، ومن أشهرها مذبح الدير ياسين والقبيبي وأيضا مذابح كفر قاسم. أنتم تذكرون أن 176 مجزرة تمت بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي الاحتلال يقوم بما قام به سابقا، مواصلة القتل بدم بارد. هو يعدم، هو يبقر البطون، هو يخرج الأجنة من الأرحام، هو يدفن الأحياء ويخرج الأموات من القبور. يعني بمعنى أن الاحتلال يريد اقتلاع الوجود الفلسطيني من كل أرض فلسطين، وليس مستغربا عليه أن يهجم على العزل على حدود قطاع غزة بهذا الشكل الهمجي، ويصيب هذه الآلاف من يعني في المجموع النهائي يعني من الناس بدم بارد أمام العالم أجمع، وهو فوق القانون الدولي ومحمي بالفيتو الأمريكي. وهذا التعامل مؤلمة جدا، هذا التعامل كما وصفته الذي يصل إلى حد القتل، يعني يدعونا إلى الحديث عن محاولات جيش الاحتلال الصهيوني لتهجير أهالي خان الأحمر. إلى أين وصلت الأمور في هذه الأزمة تحديدا؟ يعني الاحتلال صدم بالفضيحة الكبرى التي نقلها الإعلاميون الأبطال من الميدان للهمجية منقطعة النظير التي يهجم فيها جلاوزة الاحتلال هؤلاء العلوج بشكل همجي حتى على الرموز الدينية، فهم يقتلعون الحجاب وهم يدوسون على كرامة الأمة وعلى حرمات الأمة وعلى صبايا الأمة وفتيات الأمة الإسلامية، وهم يهجمون أيضا على موقع تاريخي عربي إسلامي هو بوابة القدس الشرقية، وهم يريدون القدس الكبرى وتنفيذ مشروع E1 الخطير جدا على ذات المنطقة في الخان الأحمر 12400 دونم، يعني بمعنى إغلاق القدس كلية عن محيطها الفلسطيني. وبهذا الشكل كان الهجوم عنيف للغاية، ولكن يعني أمام هذه الفضيحة المدوية وأمام يعني ما قاله السفراء ومنهم السفير الفرنسي القنصل الفرنسي الذي كان أكثر وضوحا، فهو ذكر الاحتلال بأن هؤلاء سكان الخان الأحمر هم الذين أجليتموهم عن أرضهم عام 1948 أول مرة، ثم أجليتموهم عن أرض أبو ديس ثاني مرة، ثم ها أنتم تجلونهم وتبعدونهم عن أرضهم ثالث مرة، ماذا تريدون؟ يعني كان موقف الفرنسي أفضل من موقف الأنظمة العربية المتهافت يعني الصادم. وبالتالي يعني الاحتلال أراد أن يعني يمتص غضب الإعلام وغضب الدبلوماسيين، فقام بتجميد القرار مؤقتا لحين ما أن ينطلق فيه. هذه المحاولة من الكيان الصهيوني بوقف الحكم الصادر بوقف الهدم، يعني هل هو إجراء احترازي مؤقت؟ نعم، تعودنا أن الاحتلال يقوم بإجراءات احترازية مؤقتة، وهو ذات الأمر الذي فعله مع الشيخ رائد صلاح، يعني كان يخرجه من السجن مؤقتا ثم يعيده مرة أخرى، وهذا الذي حصل اليوم. يعني كلها إجراءات مؤقتة لامتصاص الغضب، ثم مرة أخرى يطرح القرار، وبالتالي هو لم يلغى إنما يطرح في وقت مناسب يكون فيه العرب قد انشغلوا في أمور تافهة هنا أو هناك، وبالتالي يعاود الاحتلال وضع الخطة باء، لأن الاحتلال لديه قوة تنفيذية ولديه قوة تخطيطية إرهابية، ينتقل من الخطة ألف إلى الخطة باء إلى الخطة جيم. العرب ولله الحمد عقولهم متكلسة منذ 70 عام، لم يتغيروا عن وضعهم لا من خطة ألف ولا باء ولا هذا ولا ذاك. طيب دكتور جمال، لماذا هذا الإصرار من الاحتلال على هدم الخان؟ يعني ما تأثير هذا الهدم إذا ما تم في جغرافيا المدينة، ما تأثيره في الجغرافيا وما أهميته؟ ثلاثة أطواق استيطانية تحيط بعاصمة الأمة العربية والإسلامية مدينة الأنبياء زهرة المدائن القدس الشريف. هذه ثلاث أطواق استيطانية أخي أحاطت بالمدينة من جميع الجهات، بقي ثقب واحد، ممر كوريدور واحد يربط القدس تاريخيا
عمان لطريق الحجاج عبر الخان الأحمر ومنطقة أريحة. هذا الكوريدور الوحيد المتبقي هو الذي وضع له الاحتلال مخطط اسمه 2020، وهو إيوان جزء من 2020. تخيل أخي أن المأفون إسحاق رابين رجل السلام هو الذي صادق عام 1994 في سنة أوسلو، صادق على هذا المخطط. سنة 1998 مردخاي إسحاق مردخاي قائد الجيش صادق عليه مرة أخرى للتنفيذ. منذ ذلك الحين وضعوا البنية التحتية للتنفيذ، ووضعوا مبنى عملاق جدا هو قيادة الشرطة في الخان الأحمر، والآن يريدون سحق السكان لأجل استكمال إغلاق القدس في الطوق الثالث من الاستيطان الصهيوني الإرهابي، بحيث تصبح القدس كما أرادها دونالد ترامب the capital of the Jewish nation، عاصمة اليهود في العالم كلهم وليس عاصمة إسرائيل. هذا هو الهدف، واضح المخطط. نعم. شكرا جزيلا لك عبر سكاب من القدس، الخبير في شؤون القدس دكتور جمال عمر. شكرا جزيلا.